اللي نقيم به مدى مطابقة المواد الغذائية المعروضة بالسوق هي التسممات الغذائية الحادة، يعني التسممات الغذائية اللي تم تسجيلها، هذيك هي المعيار الأساسي اللي من خلاله يتم تقييم مدى مطابقة المواد الغذائية المعروضة في السوق. صحيح أغلب المواد الغذائية وخاصة منها سريعة التعفن هذيك هي الإشكال الكبير، وخاصة في الفترة الصيفية وقت اللي ترتفع درجة الحرارة وما يتمش احترام سلسلة التبريد، وهذيك تكون يعني هي المادة أو المواد الأساسية لتسجيل التسممات الغذائية. ناهيك وأنه إلى حد الآن تم تسجيل أكثر من 770 حالة، وهذه في علاقة باستعمال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك من جهة من الناحية الجرثومية. وقت اللي نتكلموا احنا على المواد الغذائية المتسببة في التسممات الغذائية يجي في بالنا مباشرة في المرتبة الأولى الحليب ومشتقاته هذه السنة بنسبة فوق 25%، وتليها مباشرة السلايت والأكلات المطبوخة. وهنا وقت اللي نتكلموا على الأكلات المطبوخة الحقيقة فيه تناقض، باعتباره أنه الأكلة المطبوخة هي من المفروض هي تعدات بدرجات حرارة عالية لأنه تم إعدادها، ولكن للأسف ما بعد الطبخ أكل الخزن والحفظ والتوزيع هذيك تصير التلوثات المتقاطعة وهذيك الإشكال. ارتفاع الأمراض السرطانية صحيح ينجم يكون في علاقة بطريقة باستهلاكنا للمواد الغذائية، هذا مما لا شك فيه، ولكن للسرطان نراه نتيجة لتفاعلات عديدة، نتيجة لطريقة العيش، نتيجة لطريقة نتيجة لاستنشاق الهواء، نتيجة لاستهلاك مياه ملوثة، نتيجة لاستهلاك مواد غذائية فيها الرواسب بتاع هاك الملوثات الدقيقة، وبالتالي قد تكون عندها علاقة، وهذه نظريا العلاقة موجودة، ولكن مش معناها احنا مناش في يعني في حالة نجم نتكلم على علاقتها مباشرة بالأمراض السرطانية، ولكن هي الأمراض السرطانية هي نتيجة لطريقة العيش، هي طريقة للتلوث، طريقة لكل ما من شأنه ونمس بالصحة العامة عن طريق